يا جماعة، أنا في ناس كتير بقالها فترة كبيرة من وقت الحادثة لحد النهاردة بتسألني أنا فين، أنا ليه مش موجودة، أو يعني مختفية ليه عن الحادثة. يعني أنا بس عايزة أقول إن الحادثة دي حادثة بشعة، ومش أنا بس اللي وجعتلي قلبي، يعني سواء انا من العيلة او مش من العيلة. طبعا انا في ناس كتير عارفة ان محمود ابن خالتي، وان محمد وريان دول حبايبي ربنا يرحمهم الدنيا اللي احنا عايشين فيها دي. انا كنت مش مختفية عشان خايفة، ولا مثلا مش عايزة اقول ان انا محمود ليه صلة بيا، لا انا مختفية لان انا مش مصدقة ان احنا نعمل في بعض كده. يعني مش مصدقة ان طفلين يموتوا بالطريقة البشعة دي، طريقة ما حدش يصدق ان لا يمكن اب يعملها، لا يمكن اب يعملها. وان كمان انا بس ايه، يعني يا ريت بس يا جماعة الكومنتات ما توجعش قلبي، لان انا يعني طالعة، ربنا عالم انا طالعة ازاي. انا اصلا ما كنتش ناوية اطلع، بس انا ناس كتير بتسألني انا ليه مختفية. يعني انا بس كل اللي عايزة اقوله ان ارد على كل الناس والمهاترات والهري اللي طلع ان محمود قتلهم، لا محمود بيشرب مخدرات، لا ده عشان مخدرات، لا عشان اثار، لا 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 لا. انا اكيد اهل البلد عارفين مين هي العيلة، وعارفين مين محمود، وعارفين محمود وارث قد ايه، وعارفين محمود مش محتاج حاجة خالص، وان عياله دول نور عينه. انا بس عايزة اقولك اللي بتتكلم وانت مش عارف مين هو محمود، انت ما تعرفش محمود ايه، ولا محمد وريان بيقولوا ايه. محمود ده من يعني اب ما كانش ينزل عياله على الارض، اب يا جماعة موضوع صعب جدا. ومحمود اصلا حتى لو هو دلوقتي بيقول انا قاتلهم، محمود ميت، محمود من جواه ميت على ولاده. فحرام بقى نقعد نقول ده قتلهم عشان كان بيتعاطى مخدرات، لا قتلهم عشان مش عارف ايه كانوا بيزنوا على دماغه. يعني كلام اهبل، مسلسل اهطل، وحرام حرام، يعني حرام ان احنا نمشي ورا الكلام ده. كل بس اللي انا عايزه اقوله ان يا ريت كل واحد فينا يتقي الله في كلمه بيقولها، لان هيجي يوم وتتظلم وما تلاقيش حد يدافع عنك، ومش هتلاقي حد يقول حرام. القضيه لسه تحقيقاتها شغاله، ما خلصتش، ومحمود اعترف، او اعترف. بس لو واحد فينا كده خد الفيديو وشافه لوحده من غير بقى ما يقعد يقول ده قتلهم، ده قال اهو الله ينتقم منه، ده مش عارفة ايه، لا شوفه واتفرج على الفيديو مرة واثنين وثلاثة، وانت تعرف ان محمود بيتكلم وهو مش هو اللي بيتكلم، مش بني ادم بيتكلم، بيتكلم واحد حافظ. مش طبعا انا ما بتهمش ان تهديد محمود من الاسم ولا من النيابه ولا من غيره، لان هما مالهمش يعني مش هيكسبوا حاجه لو محمود هو اللي طلع القاتل. بالعكس، انا سمعت الشرطه واحنا في الجنازه قال لك الدم العيال دي في رقبتنا، واحنا هنجيب دمهم، هنجيب حقهم يعني، وهنجيب دم اللي قتلهم. فمش هما اللي مهددين محمود، في ناس كبيره جدا مهدده محمود. انا ما عنديش علم طبعا بالناس دي، ومعرفش الموضوع ايه، بس احساسي وقناعتي الشخصية وانا كمي عارفة محمود نظمي، لا محمود نظمي ما يقتلش عياله، ما يقتلش عياله، ما يقتلش عياله، وما يضربش عيل، يعني لا يقتل عيل ولا حتى يضرب عيل. انا بس برجو الناس اللي عمالة تنهش في محمود في ظهره، اتقوا الله، محمود تعبان، ومش هو بس اللي تعبان، العيلة كلها تعبانة، أهل بلده كلها كمان تعبانة. الفيديو كان غريب، طالع في الفيديو وأنا حاساه مكسور يا حبيبي، حاساه مش عارف يقول حاجة، حتى مش بيقول عيالي، بيقول أطفال. يعني
ربنا ان شاء الله هيفك كربه وهيصبره وهيخرج من المحنة دي، واحنا كلنا في ظهره ومش مصدقين، حتى لو شفناه بعينينا مش برضو مش مصدقين، ومش هنصدق ان محمود يعمل كده في ولاده ابدا، ولا اي اب اتقال له بابا ان شاء الله يوم واحد بس يرمي ولاده كده. ما حدش يقول لي حصلت في اكتر من قضية، لا ما لا لا يمكن اصدق، يعني لا يمكن اصدق ان محمود بالذات يعمل كده في ريان ومحمد. محدش عارف بجد، محدش عارف والله بالله العظيم اتحاسب عليها يوم الدين، ان ريان ده يعني مش هقول نور عينه، ده نبض القلب. يعني ريان ده لابوه حاجة كبيرة جدا، ابوه مكسور يا جماعة، ومش مستحمل ان حد يتكلم عليه كلمة واحدة، وهو كده كده بيقول ان هو ميت يعني. فان هو بقى يحمي عيلته من حاجة جات لهم او حاجة هتجيلهم يعني، انا طبعا ما عنديش اي معلومة والله اقولها، ولو عندي معلومة انا مش هخاف وهقول، زي اللي طلعت قبل كده على كومنت على الفيسبوك وقالت ان ايوه يا جماعة انا ما عنديش برضو اي معلومة اقولها. هو كل الحكاية ان احنا عارفين حاجات غريبة، انا برضو مش هعرف اقول حاجة، انا بس كل اللي عايزة اقوله ان شاء الله ربنا هيفك كربه بإذن الله، وان حقه هيجي وحق اولاده هيجي. جالي خبر ان الموضوع وصل للرئاسة، وان سيادة الرئيس هيتدخل بنفسه. احنا كان عندنا قناعة ان هو حق محمود هيجي، وان ربنا مش هيضيع حق ولاده اللي ماتوا بالطريقة دي. بس انا ما انا طلعت يا جماعة، ومش خايفة صدقوني ان انا اطلع، ولا خايفة اقول ان محمود ابن خالتي، بالعكس محمود قبل ما يكون ابن خالتي صديق، وما كانش بيسيبنا خالص، وانا عشان كده عارفة محمود كويس، عارفة ان هو ما يعملش كده. ربنا ان شاء الله يصبر اهله ويصبرنا كلنا، وان شاء الله حقه هيجي. وانا فعلا مبقاش عندي حاجة اقولها خالص، بالله عليكم اللي عايز يقول حاجة يقولها بما يرضي الله، واللي مش عارف حاجة ما يقولش، عشان الكلام اللي انتوا بتقولوه ده بيوجع فعلا عيلته. محمود مش شايف حاجة ومش سامع حاجة، وما يعرفش الناس بتقول عليه ايه، بس انتوا كده بتوجعوا عيلته، بتوجعوا اهله، وهم اصلا مش ناقصين، عندهم مصيبتين مش مصيبة واحدة، يعني مش مصيبة واحدة بس، عندهم احفاد ضاعوا، وضاعوا بطريقة بشعة، وابنهم كمان بيضيع. فبالله عليكم بالله عليكم بالله عليكم بلاش اي كلام، وسيبوا التحقيق ياخد مجراه، وسيبوا الحياة تظهر لوحدها، وكفاية الناس اللي عارفة محمود تدعي له. واعتقد ان كان باين قوي في الفيديو ان هو ما عملش حاجة، ده في قناعتي الشخصية وفي رأيي الشخصي، ان محمود ما عملش اي حاجة، وانه متهدد تهديد كبير، ومش هقول انه متهدد تهديد كبير من الاسم ولا من نيابة ولا لا، محمود متهدد تهديد كبير من ناس بره. مين هم؟ احنا ما نعرفهمش طبعا، احنا لو نعرفهم مش هنسيبهم اصلا عايشين. اصل انا خلصت كلامي، انا شايفة ان الناس كلها اللي بتعلق بتدعي له، ربنا يخليكوا، كفاية عليه الدعوة. اللي عنده كلمة فعلا حلوة يا اسراء يقولها، ان احنا فعلا مش مستحملين بصراحة اي حد يقول لنا اي حاجة، وان شاء الله الحقيقة هتبان، وانا عندي ثقة في ربنا ان ربنا مش هيضيع حق العيال دي كده. سلام عليكم.